من هي بريجيت ترونيو؟ بريجيت ماري كلاود ماكرون ولدت باسم ترونيو، سابقا كان اسمها أوزيير من زوجها السابق. ولدت في 13 من أفريل سنة 1953 في مدينة أميون شمال فرنسا. هي مدرسة للغة الفرنسية زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ 20 أكتوبر 2007، وهي مدرسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء فترة الثانوية، لذلك فهي سيدة فرنسا الأولى منذ 14 من ماي 2017، مع العلم أنه لا يوجد أي صفة رسمية للسيدة الأولى في فرنسا. في سنة 2015، ولمساندة زوجها في حياته السياسية، أنهت بريجيت حياتها العملية كمدرسة أدب في مدرسة سان لويس دي غونزاراي الثانوية في باريس. تزوجت في المرة الأولى في سن 21 من عمرها في 22 جوان 1974 من أندري لويس، ومنه أخذت اسم أوزيير، شاب من بيئتها الذي أصبح مصرفيا في المستقبل. شاب من بيئتها. لديهم 3 أطفال، وهم سيباستيان ولد سنة 1975، لورانس سنة 1977، والابن الأخير تيفان، الذين أصبحوا على التوالي مهندس متخصص في مجال الإحصاء، طبيب قلب، وتيفان أصبحت محامية. بريجيت هي اليوم جدة لسبعة أحفاد. ولدت بريجيت ماكرون تحت اسم بريجيت ماري كلاود ترونيو في أميون، وهي ابنة جاك تروجنيوك. جان تروجنيوك عاش بين سنتي 1909 و1994، وزوجته سيمون بوجول التي عاشت بين أعوام 1910 و1998 هي أصغر أطفالها الستة. تأتي من عائلة معروفة تعمل في مجال الشوكولاتة من مدينة أميان، وهم ملاك الجيل الخامس للشوكولاتة بروجينكس، والتي تم تأسيسها سنة 1872. تسمى الشركة الآن بشركة جين تروجنكس، والتي تديرها بنت أخوها جين ألكسندر تروجنكس. بريجيت أوزوري تقدمت لانتخابات مجلس المدينة. أولا، حصلت على شهادة الكابس للتعليم الإعدادي، وعلمت في باريس، ثم في ستراسبورغ في المدرسة البروتستانتية لوسي بيرجر. عادت إلى مسقط رأسها في أميون سنة 1991، وعلمت الفرنسية واللاتينية في المدرسة اليسوعية. تعلمت بريجيت أوزري الأدب في كلية لويس بريجيرفي في ستراسبورغ في سنة 1980، وبحلول التسعينيات درست اللغة الفرنسية واللاتينية في مقاطعة لايسي في مدرسة جيسون الثانوية في أميون. كانت هي المدرسة التي قابلت فيها طالبها آنذاك وزوجها الحالي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى. كانت بريجيت هي المسؤولة عن المسرح. لم تكن العلاقة الرومانسية بينهما علاقة معتادة، لأنها كانت أكبر منه ب24 عاما و8 أشهر. وصف ماكرون العلاقة بأنه حب على الرغم من إخفائه عدم فهمه من قبل العديد. بريجيت أوزري تقدمت لانتخابات مجلس المدينة تروتش تيرشيم سنة 1989، ولكنها خسرت، وكانت هذه المرة هي المرة الوحيدة التي تقدمت بها لخوض الانتخابات. في سنة 2017، لعبت بريجيت ماكرون دورا أساسيا في حملة زوجها للانتخابات الرئاسية، حتى قال البعض أن وجود بريجيت بجانبه كان ضروريا له. صرح إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات، حيث قال: السبب الرئيسي لفوزي في الانتخابات الرئاسية كان مساندتها لي، وأن دورها في حياتي لم ينتهي، فمنذ صغري وهي بجانبي ولن يختفي ظهورها أبدا. بعد تجميع ما يقارب من 275 ألف صوت في عريضة ضد ماكرون، أعلنت الحكومة الفرنسية أن بريجيت ماكرون لن تحمل لقب السيدة الأولى، وأنه لن يتم تخصيص ميزانية خاصة لدعم نشاطها. في لقاء مع مجلة إل الفرنسية، صرحت بأنها ستنشر تفاصيل عن حياتها للعامة بما في ذلك أغراضها وأدواتها.